أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقال فيه: طالبات كلية التربية لا يؤدين صلاة الظهر إلا بعد خروجهن من الكلية في منازلهن، لأنه لا يوجد وقت فراغ معد في الجدول، ما حكم تأخيرهن لهذه الصلاة وأدائها في المنزل بعد الخروج من الكلية؟ لا بأس إذا كن يؤدين الصلاة قبل أن يخرج وقتها، أدينها في البيوت قبل أن يخرج وقتها فلا بأس بذلك، وهن معذورات لعدم المكان المناسب. فإذا كنا يؤدينها قبل دخول وقت العصر فلا حرج عليهن في ذلك، أما إذا كنا يؤخرنا إلى أن يدخل وقت العصر هذا لا يجوز، عليهن الصلاة في المكان في الذي يدرسن فيه، عليهن الصلاة قبل أن يخرج الوقت. نعم.